حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لياتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقه من الذهب ثم لا يجد احدا ياخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه اربعون امراه تلذن به من قله الرجال وكثره النساء